اهلا وسهلا باعز احبابنا، اهلا وسهلا مطرحكم بقلوبنا. فيكم يا حبايب سارة، هذا الهاشتاج تم اختياره لقناة سارة تي في شو حبايب سارة. ما لقيت أحلى من هذا الاسم حتى أعبر عن حبي لكم يا أحلى حبايب في العالم. وعملت كمان هاشتاج يعني بسيط هيك حلو، لأن احنا نعشق النوتيلا للبنات، منشوف نوتيلا يعني نقطة ضعف للنوتيلا، فحبيت أسمي للبنات نوتيلات سارة، أحلى نوتيلات أنتو. وهيك تم اختيار هاشتاجين للقناة، حبايب سارة لأحلى حبايب في العالم، ونوتيلات سارة للبنات فقط. طيب انا هلا بدي اقول لكم شغله تانية، عملت شخصيه جديده لهذا الفيديو. اذا حبيتوا هاي الشخصيه تنضم لاكثر من الفيديوهات، فيكم تكتبوا تحت بالتعليقات بدنا هاي الشخصيه لاكثر من الفيديو، وهيك رح اقرا تعليقاتكم واشوف اذا حابين هاي الشخصيه تنضم معنا ام لا. اكتبوا اللي بدكم اياه ويلا نشوف الفيديو مع بعض. دائما للبنت لها كثير مراحل، والشاب له كثير مراحل. المره هاي رح اطرح الموضوع حاد عشان نشوف مراحل البنت ومراحل الشاب في سن المراهقه، لما بحبوا، لما بيخطبوا، لما بتجوزوا، لما بفكوا بتطلقوا وباي باي. بطريقه كوميديه عن طريق اغاني متعدده، كل غنيه بتبين الحادثه اللي انت فيها او اللي انت فيه، يعني بتعبير الغنيه مع الحركه والشخصيه والاسلوب. وكمان طلب صغير، تحطوا لي سبسكرايب على قناتي سارة تي في شو حتى تضيعوا الفيديوهات القادمه، واللايكات كثير، خلينا نوصل اكثر ونوصل مشاهدات اكثر بوجودكم. وبحبكم انا كثير، ما بطول عليكم كثير، خليكم تشوفوا شو قصدي بالفيديو. البنت في عز سن المراهقة بتكون الدنيا حلوة وأحلى سنين، بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متو. ولما البنت توعد الشاب شو بيصير فيها بعد الموعد؟ ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني ليك وبموت عليك، ما بعرف شو اللي عم يسحر هيك. بعد اول موعد غرامي، بعد الخطوبه شو بتسمع؟ عبالي حبيبي، عبالي حبيبي، اغمرك ما اتركك، اسرقك ما رجعك، احبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم. طيب نتزوج، بعد الزواج شو رح تسمع؟ مبروك عليا كده مية مية، عريسي خلاص جنبي، بعيش الزوجية، عيلته بقت عيل. طيب يا ترى شو حيصير فيها بعد الزواج بسنة؟ مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارف أرد، مصدومة عشان شكله في عيني بقى مش ولا بد. وبعد ما يمر أكثر من سنة، يعني شو نقول 4 لـ5 سنوات، شو بيسمعوا؟ وصار فيك قلبي، وصار فيك حبي، وخسارة أبكي عليك، وصار ضاع عمري. هاي كانت مراحل البنت بكل أنواعها وأغانيها. هلأ رح نيجي على دور الشاب، شوفوا شو بسمع لما يمر بالمراحل هذه. الشاب في أول سن مراهقة بسمع كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي ايه يا عم استنى بس اجيلك اقولك انك كلك على بعضك عندي بالحق. احلى شاب لما يكون عايش قصة حب، شو بيسمع بعد اول موعد غرامي؟ بقولك تعالي، جالي كلمتين في بالي، مش هخبي مش حداري، بعترفلك ايه جرالي، ما ضمضش عينيكي لما اقولك علي فيها، انت اللي جوا قلبي واللي يا ما حلمتي. والشاب لما بده يخطب شو بيسمع؟ النهاردة فرحي يا جدعان، النهاردة فرحي يا جدعان، عايز كله يبقى تمام، النهاردة فرحي يا جدعان، النهاردة فرحي يا جدعان. فرحان يا مسكين. وشو بيعمل الشاب لما بصير بعد سنة زواج؟ شو بيسمع؟ الرجال اتعقد،
بس لسه في بعد 5 سنوات من الزواج. شو بيسمع الشاب؟ وين راحت حبيبتي؟ في سن المراهقة كانت فراولاية مزة مزة على الأرض، وبسن الخطوب ملاك. كانت بدها الخاتم عشان تتجوز وخلص، بس بعد الزواج الله لا يوري وش سوت فيها. الشعر الأبيض طلع موتتني، منك لله ما حدا بقدر عليك غير ربنا. أنا خلاص ما عاد في طاقة. طبعا أكيد توقعته أغنية للشاب بعد 5 سنوات، للأسف لأنه صعب تكون حالته نعبرها عن أغنية، بيكون كره الدنيا وما فيها وبتمنى الله ياخد منيته حتى يرتاح من هالهم. anyway بتمنى تكونوا حبيتوا هذه الحلقة بطريقة كوميدية طبعا، وحبيت أرجيكم هاي المراحل عن طريق أكثر من غنية بكل مرحلة بنمر فيها سواء بنات أو شباب بطريقة كوميدية. هلأ شو المطلوب منكم؟ سبسكرايب على قناتي سارة تي في شو لفيديوهات أكثر ومضيع الفيديوهات القادمة، وكمان لايكس كتير 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 قد ما فيكن حتى نوصل الفيديوهات أكثر مشاهدات بوجودكن. وأنا بحبكن كتير وانتظرونا بالفيديو القادم.